نرجع معكم مشاهدينا بحلقتنا لليلة من برأيك كرار. رح ننتقل نحن وياكي لموضوع جديد منشوفه سوا. نهار الأربعاء 28 أيار مايو ما كان يوم عادي بلبنان. الانتخابات الرئيسية السورية يلي جرت بلبنان للسوريين النازحين سببت عجقة سير مش طبيعية على الطريق المؤدية من بيروت لبعبدة لليرزة حيث توجد السفارة السورية. الحشود الكبيرة كانت عم تمشي وبعضها كان ببساط والبعض الآخر بسياراته الخاصة، والنتيجة إنه المواطنين يلي ما أعلموا بفرضية حدوث مشهد مماثل من قبل السلطات اللبنانية علقوا بعجقة سير لساعات طويلة لسبب ما إلهم فيه لا ناقة ولا جمل. المشهد يلي كان على طريق السفارة بينقال عنه إنه مخيف وبيعطي صورة واضحة عن العدد الكبير للسوريين بلبنان يلي أصبح بعادل عدد ربع اللبنانيين. هالوجود يلي بلش يأثر سلبا على المواطنين من حيث البنى التحتية والمشاكل الأمنية المرافقة لوجودهم. الموضوع هون منه موضوع عنصري أبدا، إنما من غير الطبيعي إنه يصير عدد نازحين لبلد بيوازي عدد ربع سكانه. عم تتخيلوا لو هالمشهد ما كان للانتخابات الرئيسية إنما مظاهرة مطلبية أو عصيان مدني؟ ما يعني سؤالي بيطرح حاله هون. أنا بدي أعترف بشغلي إنه بنفس النهار أنا كنت عند حكيم أسنان. دكتور شربية بحب قال له هاي كثير بحبه، الوحيد ما وجعني بحياتي. فقال لي عجبك شو صار اليوم؟ فرجاني على الموبايل صور وسمعني شو كانوا عم الهتافات والصرخات. فهون عجقة السير لأول مرة، احنا عجقة السير خبزنا كفاف يومنا يعني. والانزعاج كان للبنانيين مش بس من عجقة السير يلي قعدت ساعات طويلة، الانزعاج الكبير كان من المظاهرة يلي أخذت طابع تحدي واستفزاز ضد فريق كبير من اللبنانيين. وهون سؤالي الكبير لإخواننا السوريين يلي كانوا بالمظاهرة عم بينادوا بالدم بالروح نفديك يا بشار. سؤالي هون، ليش ما بتروحوا بتفتوا بالشام؟ شو عم تعملوا هون؟ الضيف يا كارين لازم يعرف يراعي أصول الضيافة. هن ما بحياتهم اعتبروا حالهم ضيوف، وما يتصرف ببيت غيره عزوه وما يستفزوا بعقر داره. أنا الصورة استفزتني كتير، والهتافات والأقاويل تستفزك يعني. وذكرني كتير بسنة 75 كيف بلشت بين اللبنانيين والفلسطينيين. وقتها كمان استقبلناهم على الرحب وفتحنا لهم بيوتنا وأخذناهم لعنا. وهلأ اللي بده يسمع حكي وبده يقول أنت بتكره الفلسطينيين وأنت بتكره أنا ما بكره حدا. أنت جاهل جاع التاريخ، وسأل أهلك قبل ما تفوت على الفيسبوك هلأ بلشي وشوفي بكره أنت يا عنصرية وأنت يا كذا. جاع لورا، تاريخ ما بيكسب. سأل أهلك إذا أنا عم بخترع أشياء أو عم تتبلي مثلا. شوف كيف بلشت بيننا بين اللبنانيين والفلسطينيين. إن شاء الله ما يصير هيك معنا مع السوريين. طيب لما هيدا المشهد بينعاد بأقل من 30 سنة بيكون الحق على مين؟ قبل ما أقول لك الحق على مين بنرجع طول الحق على مين، رح أقول لك حق على مين. صار بلبنان في كارين 1.5 مليون لاجئ سوري، هو اللي منعرفهم صح. هيدا عدد هائل، هيدا خطر كبير عم مستقبل لبنان، بيئي اجتماعي اقتصادي وصحي وديموغرافي، بيئي وأمني. بتعرفي إذا بتقارني هيدا العدد موازنة مع أمريكا والمكسيكية، يعني كأني عم بقلك فات فرد مرة على أمريكا 200 مليون مكسيكي. ايه مزبوط، بس هيدا الشيء في له أعباء اقتصادية، يعني اللبناني ما عم بلاقي شغل. هيدا العم يعني وتلاميذ الجامعات اللي بالصيف بيشتغلوا شفتات، تعرفي بيشتغل مثلا قبل الظهر بيتعلم بعد الظهر أو فايس فيرسا.
ما بقى له محل. أنا الله يستر. وهون السؤال الكبير 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 الكبير، الدولة اللبنانية مش سقلانة، غفيانة، البلد سايب متروك، حيطنا واطي من زمان. والسؤال الكبير هون، مستقبل لبنان لوين؟ أرضنا لمين متروكة؟ ويا هالرئيس الجمهورية يلي ما رح تعرف توصل، ويا هالكرسي الفاضية، سوري الإجر، الإجر الفاضي فاضي. إنه المشكلة إنه قد ما هالكرسي كبيرة عم يجي هو كتير صغير. ما عم تتعبى هالكرسي. لبنان لوين رايح؟ ما بعرف. أنا عندي أولاد، أنت عندك أولاد، إيه بعرف. يعني شيم أون أس، يا خجلي إذا بدي سلم هيك بلد لأولادي. أنا مستحية من حالي. أنا كمان. يعني أنا أفضل إني فيلم من هالدنيا وما أشوف شو رح سلم أولادي. مزبوط. لهالدرجة. رح ننتقل لموضوع أهم، هيك مش أهم، أهضم جاي لأقول أخف. إن شاء الله، لأنه كل كل موضوع أضرب من الثاني عم تعطي. ولأني لبسة أنجلينا رح نركز على أنجلينا ونروح على الفاشن والريد كاربت. That's nice. رح نشوف فستانين لنفس الديزاينر إلي صعب. أنجلينا لبسة رمادي وجين فوندا لبسة روج بوردو. روج بوردو. عمين نجح إلي صعب أكتر؟ ليش عامل نفس الديزاين؟ غريب يعني، كيف يقبلوا هن وهو كيف يقبل يعطي نفس الشيء؟ فرق من تحت شوي. انا ما بعرف ليه بقى اكثر على جين فوندا تو بي اونست، لانه طالع شوي ريكتانجولير. انجلينا فيها جين فوندا فيها بده يكون شد خاصره زياده رح تفقع جين. وفي فرق بالعمر كثير. ايه اكيد. شفت شو بقى. بس شو هال هاو جريشس شي لوكس جين فوندا. ترو. منشوف صورة تانية كمان. واو باينة حلوة انت هون. ايه كارونا. يو لوك نايس. هيدا كمان الافون بريمير تبع ماليفيشنت، لابسة فيرساتشي. انت هون هلا بكل ما اشوف انجلينا جولي من يوم رايحة اشوفك انت قد ما ابهرتيني باللوك. منشوف صورة تانية. اوكي كمان بالانوغراسيون حلوة بالابيض كتير هون انجلينا. واي فستان لقيته احلى؟ كله فيرساتشي هلا. الابيض الابيض الابيض. اي احلى واحد كثير 60s كثير حلو. فيري نايس. بين هو ثلاثه نقت الابيض. لابق مع تعمل موفي برايك؟ مرا حلو. لا ما تعمل موفي لا. بس كثير حلو شكلها بالابيض. ليكي شو ما تلبس بالبقله، حتى بس تلبس وايلد بالبقله كل شيء فيها كانها شيز كاميليون. عم بيقولوا لك بالرجية احلى شيء وقت ما بتلبس. يا رجال تيبكلي تيبكلي رهيبين رهيبين. على كل حال مش معقول انتم. على كل حال ثلاثتهم من فيرساتشي. رح نتوقف مع بريك اخير، من بعدها رح نكون مع باسم يوسف توقيف البرنامج ونجوم لبنان يكسرون المحظور. بدي اذكركم مشاهدينا بعناوين على السوشيال ميديا، انستا فيسبوك وتويتر. عم تشوفون قدامكم على الشاشة. بريك ومنرجع.